جربتوا مرة بحياتكم طنين أو صفير بالإذن؟ قد ايه استمرت الحالة؟ لفترة طويلة أو قصيرة؟ وهل يا ترى هالحالة أثرت على نشاطكم أو حياتكم؟ وكيف يا ترى منقدر نعالجها؟ وقبل كل هالأسئلة، شو هو طنين الأذن؟ طنين الأذن هو إدراك حسي لضجيج أو رنين بالأذن، بيشكل مشكلة شائعة بتأثر على 15-20% من الناس. هذا الطنين مزعج للشخص بالتأكيد، لكنه ما بيشير بالعادة لأي مرض خطير. طنين الأذن ليس مرض بحد ذاته، إنما هو عرض لمرض أو لحالة موجودة بالأذن أو الجهاز القلبي الوعائي أو العصبي. طنة الأذن العابرة هي صفير أو رنين بالأذنين، بدوم الطنين أقل من دقيقة وبيصير عند أغلب الناس بشكل طبيعي. لحد هلأ ما في أي تفسير واضح لهي الحالة. هالشي خلى كتير من الناس تربط الطنين العابر بمعتقدات خاطئة كالغيبة أو الذكر بالخير. لهيك وقت منحكي عن الطنين المرضي فما منكون عم نحكي عن هذا النوع من الطنين. الطنين فيه إله نوعين. النوع الأول هو الطنين الموضوعي، هذا الطنين نادر الحدوث، بس بوقت حدوثه بيقدر الدكتور المعالج يسمعه أثناء الفحص. أما عن أسبابه بتكون غالباً مشاكل بالأوعية الدموية أو بعضلات الأذن أو عضيمات السمع. النوع الثاني هو الطنين الشخصي، بيشكل الغالبية الساحقة من حالات الطنين. بهذا النوع المريض وحده بيسمع الطنين اللي بيصير بسبب مشاكل بالأذن الخارجية أو الوسطى أو الداخلية، أو بسبب مشاكل بالأعصاب والدماغ. شو هي الأعراض اللي بيشتكي منها المريض وقت الطنين؟ عادة بيحكي المريض عن سماعه لأصوات بإذن واحدة أو بكلا الأذنين، حتى وإن ما كان في أصوات خارجية. هذا الطنين بتختلف شدته بحسب كل حالة، وبيختلف وصفه عن كل شخص، مثل الصفير أو الأزيز أو صوت صرصور الليل أو صوت وشة أو حتى صوت مضخة، أو في أوصاف تانية. أيمت لازم نزور الدكتور لنخبره عن الطنين؟ لازم نراجع الدكتور وقت بصير الطنين بيزعجنا لمرحلة ما عاد فينا نتحمله، أو إذا صار الطنين بشكل مفاجئ، أو إذا ترافق مع أعراض تانية مثل الدوخة أو نقص السمع. وما بننسى المضاعفات أو المشاكل الصحية يلي بتنتج عن الطنين. ففي عنا التعب والوهن، مشكلات بالنوم والأرق، صعوبة التركيز، الاكتئاب أو القلق والتهيج. بعد ما حكينا عن الطنين وأنواعه وأعراضه، خلونا ننتقل لأسبابه ونتعرف عليها بالتقرير التالي. أسباب الطنين كثيرة ومتنوعة، لأن كل أذية تطال أي قسم من أقسام الأذن أو الدماغ يمكن أن ينتج عنها طنين. ومن الأسباب الشائعة نقص السمع الشيخي، وهو نقص سمع يحدث بسبب التقدم بالعمر وأيضاً انسداد الأذن بالصملاغ أو الأجسام الأجنبية، بالإضافة إلى التهابات الأذن الوسطى أو تصلبها أو انثقاب غشاء الطبل، وسوء وظيفة نفير أستاش التي تصل الأذن بالملعوم الأنفي، بالإضافة إلى نقص السمع بسبب الضجيج. تحدث هذه الحالة نتيجة سماع أصوات عالية مثل العمل بالمعدات الثقيلة أو الحفلات الصاخبة أو الانفجارات وأصوات الأسلحة، كما أن السماعات التي يتم وصلها بالهواتف النقالة هي من الأسباب الشائعة لحدوث الطنين. أما بالنسبة للأسباب غير الشائعة، فلدينا مثلاً الإصابات الرضية للرأس والعنق، والأمراض العصبية، وأمراض العصب السمعي، ومشاكل والتهابات المفصل الفكي الصدغي، بالإضافة لداء منيير وهو طنين أذني يترافق مع نقص سمع ودوار وأحياناً إقياء. كما يوجد للطنين أيضاً أسباب وعائية يكون فيها الطنين نابضاً، أي أن المريض في هذه الحالة يسمع صوت نبض مع الطنين. ومن أسبابه التصلب الشرياني العصيدي والأورام الوعائية بالرأس والعنق، إضافة لتضيق الشريان السباتي، كما أن ارتفاع الضغط الشرياني يمكن أن يسبب الطنين النابض. ويجب ألا ننسى أن بعض الأدوية يمكن أن تسبب الطنين، مثل الأسبرين ومضادات الاكتئاب وأدوية علاج السرطان، إضافة إلى المدرات البولية والمضادات الحيوية، وأخيراً التدخين وزيادة النيكوتين عند المدخنين أو الإسراف بتناول الكافيين، فهي أمور لها تأثير بحدوث الطنين الأذني وتفاقمه. بعد ما عرفنا أسباب الطنين، خلونا نتعرف على العوامل يلي بتزيد احتمالية الإصابة بالطنين.
في عنا عدة أمور مثل التقدم بالعمر، التعرض للضجيج والأصوات العالية، التدخين، مشاكل القلب والأوعية الدموية، بالإضافة لجنس الشخص، لأنه الذكور أكثر إصابة بالطنين مقارنة بالإناث. وهلأ رح ننتقل لمعرفة الطرق يلي بيتم فيها تشخيص الطنين. بيتم تشخيص الطنين بالاعتماد على القصة السريرية والفحص السريري للمريض يلي بيقوم فيه الطبيب للأذنين والرأس والعنق، بالإضافة لقياس الضغط والكشف عن الأمراض المرافقة سواء القلبية منها أو العصبية. وبهذا الفحص بيتم التعرف على القصة الدوائية للمريض. بأغلب الأحيان بيتم طلب تخطيط سمع كهربائي لتحديد وجود مشكلة بالسمع، وهذا الفحص بسيط بيتم فيه إعطاء المريض أصوات محددة الشدة والتواتر وهو بغرفة معزولة، ومقارنة سماعه إلى مع الطبيعة. وأحياناً بيتم طلب بعض الصور مثل الطبق المحوري والرنين المغناطيسي وقت يكون في شك بوجود أورام أو تشوهات أو رضوض. شو هي الخطوات اللي ممكن نتبعها للوقاية من الطنين؟ في عنا مجموعة نصائح مثل استخدام واقيات السمع للعمال يلي بيشتغلوا بأماكن فيها ضجيج عالي، تخفيف الهواتف وأجهزة الموسيقى الثانية وخاصة عند استعمال السماعات، العناية بصحة القلب والأوعية الدموية، بالإضافة للإقلاع عن التدخين والكحول. أما بالنسبة للعلاج بيبدأ بعلاج بعض الحالات الصحية اللي بتسبب طنين ويلي ممكن نعالجها، مثل تنظيف الأذن من الصملاغ الساد للأذن أو علاج التهاب الأذن الوسطى أو علاج المشكلات القلبية مثل ارتفاع الضغط الشرياني أو تغيير الأدوية يلي ممكن تسبب الطنين. وبحال وجود نقص سمع عند المريض ينصح بوضع سماعات طبية مناسبة ذات جودة عالية لتحسين سمع المريض. أحياناً بيستفيد المريض من استخدام أجهزة بتعطي أصوات بتقنع الطنين الداخلي. تختلف أنواع هي الأجهزة، منها بيكون متخصص بعلاج الطنين كأجهزة الضجيج الأبيض، ومنها أجهزة عادية كالهواتف والكمبيوترات أو أي جهاز تاني بيعطي أصوات بتقنع أو بتحجب الإحساس بالطنين. وبكتير من الأحيان بيكون مراوح أو أجهزة تكييف بغرفة النوم بتحجب إحساس المريض بالطنين بسبب صوته. في بعض الأدوية اللي ممكن تفيد بعلاج الطنين بشكل جزئي، مثل المهدئات كالبرازولام أو مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقة، واللي على الرغم من أنها تتهم بإحداث الطنين عند بعض الأشخاص إلا أنها بتحسن المضاعفات الناتجة عن الطنين عند بعض الأشخاص الآخرين. وأيضاً تم ملاحظة بعض التحسن بحال تم أخذ فيتامين بي والزنك ونبتة الجنكة. وممكن الطب النفسي يساعد بعلاج المضاعفات النفسية للطنين مثل القلق والاكتئاب، وكتير بتكون مشاركة المريض لتجربته مع مرضى آخرين مفيدة بتقبل المريض لحالته وتخفيف آثاره. وأخيراً بالرغم من العلاجات السابقة إلا أنه بعض المرضى ما بتتحسن حالتهم، وبالتالي ينصح المريض بالتأقلم مع الطنين والتعود عليه، وهالشي بيتم من خلال توعية المريض بأنه الطنين ما بيشكل أي خطر حقيقي عليه. ضلوا بخير وبشوفكن الأسبوع الجاي.